ومن هنا لا يسعني سوى أن أتقدم باسمي وباسم وزارة التربية وباسم كل عراقي بالشكر الجزيل لدولة الكويت الشقيقة التي كانت ولا زالت عوناً دائماً لنا في شتى المجالات، وأتقدم بالشكر الجزيل لإقليم كردستان رئيساً وحكومةً وشعباً لما قدموه ويقدموه لنا من دعم مستمر إيواءً واحتضاناً، بحيث لم ولن نشعر إلا وأننا في وطننا وبين إخواننا وأشقائنا، بحيث نحيا حياتنا الطبيعية في شتى مناحي الحياة، ويتضمن ذلك التعليم والعملية التربوية. بداية اسمحوا لي أن أرحب بمعالي محافظ أربيل السيد نوزاد هادي والأخوة الزملاء القناصل وكذلك الضيوف الكرام وذوي أبناءنا النازحين الطلبة. فرحتنا كبيرة اليوم بافتتاح هذه المدرسة والتي لم تنجز بهذه الصورة السريعة نوعا ما لولا تضافر جهود العديد من الجهات، ويأتي على رأسها مشكورا سعادة محافظ أربيل الذي لم يتوانى عن تقديم العون والمساعدة وتسهيل مهامنا في خدمة إخواننا النازحين في إقليم كردستان في شتى مجالات العمل الإنساني. ولا يفوتني كذلك أن أوجه شكري الجزيل إلى ممثلية وزارة التربية ممثلة بوزير التربية على مساهمته الكريمة في تنظيم إقامة هذا الحفل وكذلك التنسيق معنا في إنجاز هذه المدرسة التي اخترنا لها اسماً بأن تكون مدرسة الكويت الأولى، ولن تكون هي الأولى ولن تكون هي الأخيرة، فبحمد الله وبفضله هناك توجيه سامي من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالاهتمام بالجانب التعليمي لأبنائنا النازحين في العراق، وهناك خطة قد وضعت لذلك نقوم على إثرها بإنشاء العديد من المدارس لخدمة أبنائنا، لعلمنا لضرورة تلقيهم التعليم في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها عراقنا الحبيب. هناك أكثر من مدرسة قد تم إنشاؤها، وهناك توجه إن شاء الله بإنشاء مدارس أخرى في القريب العاجل، سوف يكون لإقليم كردستان نصيب منها، وسوف تقوم القنصلية بدولة الكويت بالإشراف عليها. ونزف لكم خبراً، فمنذ أيام قليلة قام الهلال الأحمر الكويتي بتوقيع عقد بإنشاء 5 مدارس سوف يتم إنشاؤها بشكل سريع في غضون الأشهر القادمة. تتنوع مساعداتنا الإنسانية لإخواننا في العراق في جمهورية العراق، ما نقوم به نعتقد هو واجب أزاء شقائنا. نتمنى إن شاء الله أن تكلل جهودنا هذه بالنجاح، وأن يصب ما نقوم به في خدمة أبنائنا. نجدد مباركتنا لهم بافتتاح هذه المدرسة التي سوف تخدم عدداً ليس بقليل من الطلبة من أبنائنا الطلبة والطالبات، وسوف تكون فيها دراسة مسائية وصباحية. ولا يفوتني كذلك أن أشكر كل من ساهم في إنشاء هذه المدرسة وتسهيل إقامتها، متمنياً إن شاء الله التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة. وشكراً مرة أخرى للحضور الكريم، وتسمحوا لي إن قصرت في شكر أي شخص أو ذكرى، فهذه المدرسة منكم وإليكم، وإن شاء الله لن نتأخر عن تقديم الخدمة لها في المستقبل، وكذلك المساهمة في الجوانب التعليمية الأخرى التي تخدم أبنائنا، وشكراً للجميع. سادة الحضور، السادة القناصل لسيد قنصل دولة الكويت
دولة فلسطين، مملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان، دولة الإمارات العربية المتحدة. السادة الحضور، إخوتي النازحين المتواجدين معنا في هذه المناسبة السعيدة لافتتاح المدرسة الأولى لدولة الكويت ضمن مساهمات ومشاركة دولة الكويت لمساعدة حكومة إقليم كردستان لكيفية تقديم الخدمات للنازحين واللاجئين. في البدء أود أن أشكر أهل بيرزين، حالهم حال المناطق الأخرى لكردستان، لاستقبالهم الأعداد الكبيرة من النازحين واللاجئين ليعيشوا معا في سلام وأمان. والمحبة والمودة المتواجدة من قبل أهالي كردستان وأهل بيرزين لكي لا يشعر النازحين وهم في بلدهم بين إخوانهم وأخواتهم. فهذه ثروة كبيرة ومكان اعتزاز لنا جميعا في كردستان، هذا التعايش السلمي وهذا السعة الصدر الرحب الذي ترحب به أهل كردستان وبيرزين بهؤلاء النازحين. وأيضا أود أشكر دولة الكويت في مساهمتهم الكريمة هذه لمساعدة إقليم كردستان ومشاركتهم لكيفية إنشاء هذه المدرسة الأولى والمشاريع الأخرى التي تقوم خلال قنصلية دولة الكويت بتنفيذها، منها مشاريع المياه ومساعدة النازحين في المخيمات والمشاريع الأخرى الذي أشار إليه سيد القنصل من إنشاء المدارس. فبالتأكيد العراق وكردستان الذي تمر بمرحلة صعبة وقد دفعنا أثمان باهظة لمحاربة الإرهابيين والتكفيريين من الشهداء، ما تقوم به بيشمركة كردستان الأبطال بالدفاع عن هذا الإقليم لكي تبقى آمنا ليس فقط لأهل كردستان وإنما لكل النازحين العراقيين الذين التجأوا إلى كردستان وبقوا بسلام وبأمان خلال هذه الفترة التي كانت المناطق للأسف الشديد سقطت بأيديهم وقد دمرت، ولحد الآن وهم باقين وستكون إن شاء الله عودة كريمة إلى مناطقهم وأماكنهم. فشكرنا كبير ونقدمها لدولة الكويت وكل من ساهمت. وأود أن أنتهز هذه الفرصة أيضا أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وسيد القنصل معنا بجميع مشاريعهم الكبيرة والمساهمة لمساعدة إقليم كردستان، وأيضا المملكة الأردنية الهاشمية وبتوجيه من جلالة الملك دائما لدعمه وفريق الطب الملكي المتواجد معنا في كردستان لتقديم الخدمات الطبية، وكل الدول الصديقة ومنظمات الأمم المتحدة لأنها ليست حالة سهلة، فتقديم الخدمات لهذه الأعداد الكبيرة من النازحين وفي هذه المرحلة التي نمر بها وأزمة اقتصادية كبيرة ليس عملية سهلة وإنما صعبة ومعقدة. فتكلفة الخدمات من البنية التحتية التي توفره حكومة إقليم كردستان للنازحين واللاجئين سنوياً تقدر $1.4 مليار على ميزانية حكومة إقليم كردستان. فبالتأكيد هذا كاهل صعب، لذلك المساهمات مهمة جداً. وأود أن أشكر وزارة التربية في حكومة الإقليم كردستان متمثلاً أيضاً بمديرية عامة التربية أربيل لدعمهم وتسهيل مهام ممثلية وزارة التربية في الحكومة الاتحادية لتشغيل المدارس وفتح الأبواب أمام أطفال النازحين. فهذه التنسيق مكان تقدير المتواجد بين وزارة التربية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والجهاز التربوي الذي تقدم جميع الخدمات المطلوبة. مرة أخرى أرحب بكم وأشكر دولة الكويت ومساهماتهم الكريمة لمساعدتنا، ونقول للنازحين أنتم بين إخوانكم وأخواتكم وستكون إن شاء الله عودة كريمة إلى مناطقهم، فأهلا وسهلا بكم.
الكويت كحكومة إقليم كردستان بمساهماتهم الكريمة خلال هذه الفترة والمرحلة الصعبة التي نمر بها في كردستان، الأزمة المالية ونحن نحارب داعش، وفي نفس الوقت كردستان تحتضن أكبر عدد من النازحين واللاجئين في هذه المرحلة، وهم أكثرهم معظمهم من وسط العراق. فهذه أحد المشاريع التي قامت بها بتنفيذه المدرسة الأولى لدولة الكويت، وهناك مشاريع أخرى لبناء أكثر من 5 مدارس أخرى، وهناك مشاريع المياه وأيضا مشاريع خاصة بالصحة تقوم بتنفيذها، وهناك مساعدات قدمته دولة الكويت للنازحين في المخيمات. فشكرنا وتقديرنا لهذه المساهمات الكريمة التي تقوم وتوفره دولة الكويت في كردستان للنازحين الذين في الحقيقة هم بحاجة ماسة إليها، وهم يواجهون مرحلة صعبة، لأن بشكل عام العراق وكردستان تمر بمرحلة اقتصادية صعبة وحرجة. تنفيذ حملتها الإنسانية في مساعدة أشقائنا من الأخوة النازحين المتواجدين في إقليم كردستان، ونقوم بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم بافتتاح مدرسة الكويت الأولى كنوع من اهتمامنا، تعبير على الاهتمام في القطاع التربوي الذي يحظى باهتمام كبير لدينا. هذه المدرسة لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، سوف نسعى إن شاء الله في التوسيع نشاطنا الإغاثي في المجال التربوي في غضون الأشهر القادمة. ما تقوم به دولة الكويت ينبع من واجبها الوطني وواجبها العربي اتجاه أشقائنا في جمهورية العراق، ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أشكر حكومة إقليم كردستان على دعمها المتواصل لنا في تسهيل مهامنا في تنفيذ خطة الإغاثة التي وضعت من قبل جمعية الإغاثة الكويتية، ونقوم بتنفيذها وتشمل عدة قطاعات في المجال الصحي والمجال التربوي والمجال الإيوائي ومجالات أخرى، كما نزف لأهالي أبنائنا الطلبة التهنئة والتبريك بإنجاز هذه المدرسة التي نتمنى أن تكون منارة علم ويستطيعون من خلالها إكمال تحصيلهم الدراسي ومواصلة التعليم، فهو السلاح الأساسي في مواجهة آفة الإرهاب. وكذلك لا يسعنا كذلك إلا أن نشكر حكومة جمهورية العراق الشقيق لتسهيلها مهامنا في إدارة عملية توزيع المساعدات لإخواننا النازحين. هناك العديد من المدارس تم إنشائها، وهناك مدارس أخرى في طور الإنشاء، سوف نقوم بتنفيذ برنامج كامل تربوي في خلال الأشهر القادمة ليغطي عدد كبير وشريحة كبيرة من أبناء الطلبة.